السيد الغريب هذا يا ودي الحاجه هذا خاين شت تابعيني في التصدر يا ولدي ماشي خاين تحكم عليا بلي خاين واه شت تابعيني قال لي ياكلوا من الدوده شت تابعيني لا وليدي واش كتحكم ماشي عليهم نتوما ديو العداله العداله حنا هما بصح سمحوا لي يا ولدي الزطم جابه لي انايا ها هو الزطم وديري بيه صوالحكم روحوا بارك الله فيك شكرا شوف فيا بارك الله فيك سمح بصحه فيا واش تخدم انا نخدم نخدم محاسب والشركه اللي نخدم فيها بالعدس شركة تاب نخدمها شركة ما نخدمها
الطلاق هادو ديال الوليدات. بارك الله فيك اخويا. اسمح لنا اخويا وبارك الله فيك للأمانة. مرحبا بك حتى المحاسب تاعنا جديد. انا نستناوك انت الشرط شرحنا. عمي الفكاهية بارك الله فيك وليدي. مبروك عليك خدمة جديدة الحمد لله. اخويا غير اسمح لي على التهمة. الحقيقة ما راك شايف راك عايش في الشيء. لك مسموح لك مسموح لو كان ما انت لما يجيو هذوك الناس يعطوني الدراهم والخدمة الجديدة انت اللي سمح لي. بارك الله فيك الله يحفظك. بصح كيفاش انا جبني وانا نجري معاهم عطيني 50,000. السلام عليكم. كيفك اخويا؟ بس وجيت لك قبل وياك؟ ربي يحفظك. سنتي هذه كتاب واحد شحال